انا عايزك بعد اذنك تسمع معايا وتشوف جانب من كلام الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وبعد كده هنرجع نكمل الكلام. طالت هذه الحرب اللعينة السودانيين، لذلك نحن حريصين في أن نسعى في أننا نضع حد لهذه الحرب، ونضع حد لأنه هذه المأساة تنتهي. نحن في الجيش في القوات المسلحة السودانية ملتزمين بأننا نسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه. أيضا هنالك بعض الأكاذيب التي تروج بأن النظام السابق والجماعات الإسلامية والجماعات الإرهابية القوات المسلحة أصبحت حاضنة لها. هذا الأمر هو الكلام مردود على كل من يرويه. هذا الأمر أصبح كفزاعة يستعين بها كل من يريد أن يستأسد على الشعب، يريد أن يدمر الشعب السوداني، أصبح يتحدث بهذه اللهجة. طيب، كلام الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني شديد الأهمية فيما يتعلق بما يتم ترديده أحيانا عن عمد أو عن غير عمد، وإنما وكأنه الفزاعة التي تدفع السودانيين بل وتدفع حتى دول أخرى للقلق إزاء ما يحدث من القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن وحدة السودان ووحدة أراضيه وسلامة شعبه بالأساس.